عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه 14 من الفصل التشريعي الأول في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عضو مجلس الأمة ونائب رئيس البرلمان العربي النائب محمد الجبري. مشروع جدول أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بالتحضير لاجتماع رؤساء البرلمانات العربية والتنسيق فيما بينهما، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه 14 من الفصل التشريعي الأول بمشاركة نائب رئيس البرلمان عضو مجلس الأمة النائب محمد الجبري ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الأربع. تم الاجتماع لمناقشة القمة البرلمانية العربية، طبعا راح تكون بالتعاون مع المجلس الوزاري والبرلمان العربي، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول، وسيكون بالتنسيق مع رئاسة اتحاد البرلمان العربي. الفكرة من هذا القمة البرلمانية لوضع عناوين اللي يعاني منها الوطن العربي، ويمكن أن يكون العنوان الرئيسي هو الإرهاب بالإضافة إلى عناوين أخرى. طرحت أنا في هذا الاجتماع أن الإرهاب الكل يدين الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، ولكن أضفت أن يكون هناك عدم تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وآخرها ما حصل معانا في الكويت في القضية الأخيرة اللي تم القبض عليهم فيما يسمى في خلية العبدلي. كما تمت مناقشة مقترح بعدم تدخلات الدول في شؤون دول المنطقة العربية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها. هذا وقد شهد مقر جامعة الدول العربية توقيع آلية للتنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تحقيق مصالح الشعوب العربية. للبرلمان العربي والأمانة العامة عمل مشترك قديم جدا، خصوصا من بداية تأسيس البرلمان العربي، وهناك كثير من الأطر التي كانت يتعامل معها البرلمان العربي مع جامعة الدول العربية وبالخصوص الأمانة العامة، وكانت في إطار يعني الاتفاقيات الجانبية وفي خطأ في إطار يعني التنسيق المسبق، ولكن في البرلمان العربي والأمانة العامة رأينا أن نضع هذه الاتفاقيات أو هذه الخطوات التي سوف نعمل عليها في المستقبل تكون مقننة وتكون على يعني في إطار اتفاقية تشرك البرلمان العربي في بعض يعني الأعمال التي تقوم بها الأمانة العامة، وأيضا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يكون لها يعني حضور في يعني أعمال البرلمان العربي. نظرا لما تمر به المنطقة العربية من تحديات تهدد الأمن القومي العربي، تأتي مبادرة البرلمان العربي لعقد القمة البرلمانية العربية من أجل تعزيز التضامن العربي ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله المختلفة. هند البدراوي، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم تقديم صندوق النقد الدولي مرئيات بخصوص الضريبة على أرباح الأعمال والبالغ نسبتها 10%، وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح عقب اجتماع اللجنة العزم على تطبيق هذه الضريبة على جميع الشركات سواء كانت فردية أو مقفلة. مجرد اقتراح قانون بيقدمونه، ولكن تناقشنا وياهم يعني بالخطوط العريضة وليس التفاصيل. الخطوط العريضة انه راح يكون 10%، الخطوط العريضة راح تطبق على كل الشركات المدرجة والغير مدرجة والشركات الفردية، وانما تطبيقه على الجميع بنفس الفترة ام بتدرج هذا متروك للحكومة. طبعا هي بالبداية أكيد الكويت لم تطب يعني تحاول تطبق أو تفرض ضريبة أرباح على الأعمال إلا بعد وجود العجز اللي حصل، ويفترض هي يستخدم كان من فترة زمنية سابقة، إلا أنه يمكن أسعار البترول العالية ل110 أجلوا تطبيقه. الكويت طبعا الكل يعلم مصدرها وحيد هو مصدر البترول، وبالتالي تحتاج الى موارد مصادر اخرى من ضمنها هي مصدر الضريبة وهناك مصادر اخرى.